توفي رجل الأعمال المغربي فاضل السقاط رئيس مجلس إدارة شركة المغرب ستيل اليوم السبت بأحدى المستشفيات بمدينة الدار البيضاء عن عمر يناهز 75 سنة متأثرا بإصابته بعدوى كوفيد-19. ونعى رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب شكيب العلج الراحل وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء قائلا: لقد فقدنا اليوم رجلا عظيما وأحد رموز القطاع الصناعي في المغرب. وأكد العلج أن الراحل فاضل السقاط كان رجل أعمال استثنائي معروف بحكمته وعطائه الغزير. إن اتحادنا اليوم في حداد والقطاع الخاص يفقد أحد عمدائه، وكان الراحل يحظى بتقدير كبير في الأوساط الصناعية وعالم الأعمال، حيث تميز على الخصوص بمبادرته الإنسانية وأعماله الخيرية العديدة عبر مؤسسة السقاط. وخلال السنوات الأخيرة كرس الراحل جهوده للحفاظ على نشاط شركة الصلب الوطنية التي واجهت منافسة أجنبية شديدة، حيث تولى منصب المدير العام للشركة لما يقارب من 3 عقود. كما تقدم فريق الوداد الرياضي لكرة القدم بالتعازي لعائلة السقاط، ونشرت الصفحة الرسمية لفريق الواك برقية تعزية جاء فيها: تلقى نادي الوداد الرياضي ببالغ الحزن خبر وفاة السيد فاضل السقاط رئيس مجلس إدارة شركة المغرب ستايل، ووالد السيد رضا السقاط رئيس أنجليك من أكبر محبي الفريق.